السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كده يا رين، لا بأس عليكم. معايا النهاردة، فاكرين الولية اللي طلعت قالت انه لحم الحمير حلو وجميل وقعدت تنصح الناس ان هم ياكلوه، الولية الكرغولية دي؟ النهاردة بقى جايبها لكم فيديو بتاكل حاجة غريبة جدا. اي حد دلوقتي بياكل حاجة او بيشرب حاجة يسيبها على جنب وهو بيشوف الفيديو ده. الناس دي بتاكل ايه؟ ريبي؟ عشان احنا اعصابنا هتتعب كلنا دلوقتي، وقالت لك في فيتامين سي، فهنشوف مع بعض دلوقتي هي بتاكل ايه. اهم حاجه بقى كل واحد ايده على اللايك كده والبارتاج، عشان اخوك الفرعون وحبيبك الفرعون اللي بيتعب وبيجتهد من اجل اسعادك. تعالوا نشوف. اعمل نفسك ميت، اعمل نفسك ميت. انا معدتي قلبت يا وليه، يا وليه في ايه؟ الولية دي زومبي ولا ايه؟ بيبقوا عاملين كده. لا 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 يا اخوانا، يا عم المطار طلعت قبل كده قالت لك لحم الحمير وكله لحم الحمير، لحم الحمير جميل، استمتعوا بالطعام. والنهارده قاعده بتاكل رجل فرخ على الهوا، يعني مش عارف اقول لها ايه الصراحه. يمهل ولا يهمل. مش ومستمتعه جدا، مستمتعه جدا. كوكب لالا، انا اول مره اعرف ان في زومبي في كوكب لالا. ده زومبي، ده اللي طلعت لنا دي مش بني ادمه، دي زومبي. لنا الله والله. كل واحد يخلي باله من اللي غاليبه. انا استمتع قوي لما اكل رجلين الفراخ على الهوا، لان دي كباب، ده انا باكل لحمه كباب. احط الصوت هنا. انا موافق ومتفق ان ممكن بعض الغلابه اللي مش عارفين وما عندهمش القدره ان هم يجيبوا اكل، طبعا ان هم يتجهوا الى اكل رجلين الفراخ. لكن انت طالعه، ده انت بتعملي فيديوهات وبشوفك بتعملي فيديوهات كتير، وقلتي نستورد لحم الحمير، وماله وماله يا اخويا، مش عيب. انا عارفه يا اختي. وقاعده بتاكلي رجلين الفراخ على الهوا. انا لو اطولك، انا لو اشوفك، تعالوا نشوف الراجل ده كان بيقول ايه على تصريح حفيد نيلسون مانديلا اللي قال الصحراء ودخل نفسه في صحراء المغرب. تعالوا نشوف. حفيد مانديلا، حفيد مانديلا، نيلسون دولة، نيلسون مانديلا طوى هذا، مد خطاب اللي يكون زعج بزاف الناس. يخرب عقلك، ده انت مسخرة. بص، هو ما قالش حاجة مفيدة، بس هو كل اللي احنا طلعنا بيه من الموضوع ان هو مش عايز يقول المغرب، خايف يقول كلمة المغرب. ما تخافش، قول. انت خايف من ايه؟ قول كلمة، خليك راجل وذكر وقول كلمة المغرب. انت ليه بتخاف تقول كلمة المغرب؟ انتوا ليه بتخافوا؟ ليه بتخافوا تقولوا اسم المغرب؟ انت ايه حكايتك بقى؟ عشان انت ما تعرفش اللي هيتعمل فينا لما نقول اسم المغرب. احنا ممكن نقول المغرب، لكن اسم المغرب كده اعوذ بالله، ما نقدرش نقول الاسم ده ابدا. الله، وده من ايه؟ لا مؤاخذة يعني حساسية يعني. كوكب لالا، لنا الله والله. طب هما ليه قعدوا يقولوا لنا انتوا مالكوا انتوا مالكوا؟ وكل من يتدخل دفاعا عن المغرب او بكلام كويس عن المغرب يدخلوا يقولوا له انت مالك، رغم ان هما مبسوطين قوي وفتحوا المجال لحفيد نيلسون مانديلا انه يتكلم على قصه الصحراء، طالما هيقول المغرب محتل. انا ناقص يا اخويا. طالما هينتقد المغرب مسموح له يتكلم عادي، لكن اي حد يدافع عن المغرب انت مالك، انت مش مغربي، انت مالك، انت مال امك، انت ما تتكلمش، انت مال امك، مال امك انت. هي ماشيه كده في كوكب لالا. تعالوا نشوف رد بن سديرة بوسدور قال ايه. كنت اتكلمت على قضيه كلمه حفيد نيلسون مانديلا وقلت هذا قرار سيد له ونحن لا علاقه لنا بالموضوع. هو حب يتكلم ويتكلم على اخر استعمار في قاره افريقيا وفي العالم بعد فلسطين، اللي هي الصحراء الغربية، اللي هي آخر استعمار في إفريقيا. متعودة دايما. بص يا بصدور، انتوا فتحتوا المجال لشخص لا هو يخص المغرب ولا هو يخص الجزائر، ويطلع عندكم من أرضكم ومن مكانكم يتكلم على انه المغرب محتل ويتدخل في صحراء المغرب ويدعم ويؤيد تقسيم المملكة المغربية. انت ما تستفزنيش. انت فتحت المجال لي، يبقى ما تجيش بعد كده لا انت ولا حد زيك يطلع يقول انه ما حدش ليه دعوة والموضوع ما يخصش حد وما حدش يتدخل. لا، الوطن العربي بالكامل، الشعوب العربية بالكامل، وانا شفت بعيني غالبيتها اللي فاهمين الموضوع بيدافعوا عن المغرب، واقفين في صف المغرب. زي ما انت سمحت لشخص غير عربي انه يتدخل في قصة زي دي ويقول على المغرب ان هو محتل امام العالم كله،
يبقى انت كمان تقبل وغصب عنك ان كل اللي عايز يدافع عن المغرب يدافع، ما تدخلش تقول انت مالك. اهو غلاسه كده. لا، نيلسون مانديلا اصلا قريبنا، ابن خالتي، وانا بحب اخليه يطلع يدافع عن القضايا بتاعتنا. ثم قال ماذا؟ طب اصلا قضيه الصحراء دي مش بتاعتك ولا تخصك ولا تلزمك، دي قضيه المغاربه، وهي اصلا مش قضيه لان هي منتهيه خلاص. بس انت لسه بتفرض برضو، انتوا لسه في فرق كده. ايوه انا احب اقعد افرق كده طول ما انا قاعد، اهز في دماغي كده وافرق، انا ببقى مبسوط قوي. تعالوا نشوف بقى الاشاده القطريه بالتامين المغربي لكاس العالم. عشان طلعوا بعض الزناطير، طلع قالك الامن المغربي وامن ايه اللي مغربي ومفيش امن ولا حاجه والكلام اللي كان بيقعد يتقال ده. تعالوا نشوف التصريح القطري. بس قبل ما نشوف، ايدك على اللايك والبرتاج عشان اخوك بلاك مجدي الفرعون اللي بيتعب من اجل اسعادك. يلا نشوف. أشادت السلطات القطرية بالدور الكبير الذي اطلع به الأمن المغربي لتأمين فعاليات بطولة كأس العالم التي احتضنتها دولة قطر شهرين نوفمبر وديسمبر، منوهة بما اعتبرته الجهود المقدرة للشرطة المغربية التي أسهمت في إنجاح بطولة كأس العالم قطر 2022. يا دين النبي الحلاوة دي. إشادة قطرية بالأمن المغربي الرائع والتأمين المغربي القدير في كأس العالم. الأمن المغربي ليه صولات وجولات على فكرة في أوروبا وفي دول كتير جدا، وكان ياما بيساعد دول أوروبية على تأمين نفسها، فما يطلعش بعد كده واحد مش فاهم أي حاجة يقولك الأمن المغربي مش عارف ماله وماله. ما علينا من القصة دي، تحية للأمن المغربي ولا عزاء لأي حد كاره أي نجاحات للمملكة المغربية. إن شاء الله المغرب بيستعد لاستقبال حدث عالمي هو كأس العالم للأندية، وإحنا عارفين الترحيب اللي أنا شايفه أصلا من دلوقتي على السوشيال ميديا بالنادي الأهلي المصري. يعني المغاربة كلهم بيرحبوا بالنادي الأهلي الصراحة، يعني المغاربة ناس كرماء، وزي ما قلت قبل كده وقلت كتير إن اللي بيعمل للمغاربة ولو حاجة قد كده تبين عن حب وتقديره ليهم، هم بيدوله كل الحب والتقدير والاحترام، وده بان اهو في رغم انه كان حاصل ازمة قبل كده ما بين الوداد والاهلي، لكن الازمة عدت والمغاربة ما نسيوش انه المصريين كانوا بيشجعوهم من كل قلبهم في كاس العالم. وكل يوم اصحى الاقي بوستات وهاشتاجز من المغاربة ترحيبا بالنادي الاهلي. هي دي اخلاق المغاربة. في نهاية الفيديو بشكركم شكرا جزيلا وتحياتي ليكم جميعا، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. اللي جديد عندي ما ينساش يعمل لايك وبرتاج، ودايما ان شاء الله نشوف بعض على خير. يا رب اكون بنطق برتاج صح، بس اللي انا عمال اعيدها دي وازيدها. اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. انا كان بغيكم بزاف، والسلام عليكم.